لقيتو مذبوح في الدار ومقطع له يدو. كيفاش انا وقطعوا له الشقفه ديال راسو، وجات عند الرومبا وقالت له رومبا واش دارك ساك غنقطع لك يدك وراسك، وكيقول لهم جيبوا لي يدي، وكيقول لهم جيبوا لي ولادي ومرتي. وهذه سيمانه جات عند الرومبا فين كيخدم، عنده موتور وعنده موتور فين كيخدم، وجات عند الرومبا وقالت له تقطع لك يدك هاد السيمانه وعند بحوك، قال لها سيري الله يبعد بلاك على بيها يا مو، وقالت راه وجدت لك شواقر وجناوه، وهما هذوك شواقر اللي لقيت البارح في الدار وجناوه، وراجلي لقيته مذبوح في الدار ومقطع له يدو، كيفاش انا وقطعوا له الشقفه ديال راسو، ومني جيت ندخل لقيت الشقفه ديال راسو وهزيت جناوه بيديا، وتبص على جناوه بيديا وكيقول لي الدليل عندك وما ديريش الدليل في يدك، قلت له ما كيهمني والو، وقلت له ما كيهمني والو، يتمني على ثلاثة الاولاد وكيعدر في حليبهم وليكوشهم التوام، ويتمتيني في ثلاثة التوام عادلة، وكيعدر في براقك، وكيعدر فيك، وكيعدر فيك، وما عرفتش نبكي عليك ولا نبكي على مراد اللي قتلوها وقتلوكم بثلاثة، والله خرجوا داو في الإسعاف كويله، وما جا بدقيقة ما جا يجي من الدار قال لي عندي ولادي نطلع على أمي تا جاو قالوا لي نوضي راه عندي قتلوه، وكيعيط لي وكيقول لهم راك نموت، وجات عندو مو هادي بسيمانة مو من القاتل، جات عندو قالت له ها الصاك ديال الجناوة، ها الصاك ديال الجناوة، كلشي من الدار وما كنتيش تثق بيا من كنت كنقول لك راه يخرج عيد بحكا، لا ما عندي ما ندير بها الهضره، ولدها مقطع يد واحد وخارج من الحبس من 8 سنين، وهذا هو 8 سنين وخرج ولدها، وقالت له اي قطع لك يدك واي ذبحك وقطع له هاد اليد اللي كنهضر بها هي اللي قطع له، وقطع له هاد اليد اللي كنهضر بها اليسرية، لقيت الشقفه ديال راسو طايره، ومن دخلت عندو علاقي له راسو قال لي الوكيل اش غتلاقي له، وقال لي هذاك اللي كيكون في البوليس اش غتلاقي له، قال لي هذاك راه المخ كيخرج، خوه راه في قبال الموت، خوه راه الله عيطوا له قالوا له راه مات، وما بقى حتى واحد كلشي مشى، وحتى تهزوا في الاسعاف جاو، ودخلوا عليهم بالسيوف وبالمناشل، وراجلي طيروا له الشقفه ديال راسو، ولو شيخي خارج لقى واحد حاضي الدار حاضي الباب، وجوج كيقتلوه، والحرامي الصغير حاضي الباب قال لي شيخي مسحب ليش غيقدروا لي وحاضينه، قال لهم زيدوا هما دخلوا بداو كيفطروا دخلوا، عيطوا على التليفونات والصاك ديال الجناوه لقيته في الدار انا، ومني بقاو كيقتلوا فيهم حتى طاروا القباضي، وجاوا البوليس كيقلبوا على القباضي، وبحراره الموت القباضي طاروا طاروا وطاروا مع عاديلو مشاو، وعاش سيدنا وعاش الملك، وبغيتك تاخذ لي حقي وحق ولادي، وكتعاكاريا في الجامع، وولدي قتلوني في الجامع، وراجلي قتلوني في الجامع، ومني بغى يهرب مات في باب الجامع، ودخل الجامع ومات حدا رفقي، وكيقول لهم جيبوا لي يدي، وكيقول لهم جيبوا لي ولادي ومرتي، وكيقول لهم جيبوا لي مرتي ما حضرتش عليا، عادلة عادل حركتيني وشويتيني وكويتيني، وما عرفت لي من عربكي واش عليك ولا على الواسي، وعادلة عادل ورا شويتيني وكويتيني، وكيعدر في ذوك الولاد، ويتمتيني بثلاثة الولاد، وانت ناس في الطبيب وانا كنفكر عا في الحليب وفي ليكوش، وانا كنفكر عا في الحليب وفي ليكوش، وعاش سيدنا، وبقيت مشتت كاللقط، وما عندي لا دار لا دوار، وبقيت مشتتة، وكنت عايشة في الكرا، وكنت كارية في الجامع، وجات الجامع وطاح مات، والجامع مقابل مع الدار اللي قتلوه فيها، وكيعدر فيك، وآخر مرة شفته دخل عندي وجا قال لي أنا غادي للدار، ما جا يدخل الدار بربع ساعة جابوني الطبيب تبعوني بيه، وبربع ساعة تبعوني بيه الطبيب، وكنقول لهم عريوا لي وجهه كيقولوا لي عميت، وقلت لهم راجلي مقطع له راسه ويده، ولقيت يده محطوطه حداه من هنا مقطعه، وهادي مقطعه، وطاك على امه قطعوها له، ودفع امه قالت هاتيها في راسه هو يقطعوا له دراعه، والصاك ديال الخضره عامر بالسيوفه وبالمناجل، ومني جاوا البوليس كيقولوا لي حطي الجناوه، وكنقول لهم هاد الجناوه كي عندي تنحطهم من يدي واللي قتلوه لي،
واللي قتلوه لي مشاو كيعدي نحيد جناوه من يدي، وما لقيت باش نضرب جناوه مهارسن وقداو الغراض، ومن سالاه وضربوه وقتلوه ورموا جناوه، والساكت الخضره اللي قالت لي هو هذاك، والساك حمر، والساك حمر، وهزوه البوليس وعمروه بجناوه وداوه، والمنجل، والجناوه والمنجل وكل شيء، وباش غنعقل شريف، وباش غنحسب جناوه ونعقل شريف. وكي عندير في ساعة الوفاة ديالو السيد عادل السيد درويش السيد متقي الله السيد ماشي شي سيد فرعون السيد درويش السيد عادل ديال طالب معاشو جاو هاد الناس هادو تكافسوا عليهم هاد السيد ما مناوي معاهم تم شي حاجة ما عندهم شي عقودات بعيدة عليهم ديال اختو قال له بالحق بان اختي تاخديتيها وانا قال له تاخديتيها وما قديتيش بها هاد السيد هذا قال له الله اخويا قال له علاش انا كنت في الحبس وانت كنتي هنايا قال له علاش طلقتي هاد اختي قال له اختك هذا بنت شي وحده خاصها من وجهها ما يمكنش انا نجيب شي وحده ديال الاولانيه قال له ما يمكنلكش اختك مجرمه نجيبوها عندنا للدار فهمتيني جا قال له انا خديت واحد بنت الناس اختك اخذت واحد بنت الناس حيدوا المطر راهو ملي حيدوا سمعتيني يا استاذ الناس جالسه كتفطر تدخلوا عليهم بالجناوه مع المغرب نيشان مع الفطور باش كاع ما يكونوا الداي حاضر والناس ما الناس كيفطروا هذيك اللحظه الناس كتفطر تدخلوا عليهم بالجناوه اللي تمشات له يدو اللي مشات له راسو ودابا سويتي الداي الصغير سويتي يبقى حي ناتش الناس الله يحمو وجوج الماء كبير ما كبير مو ود عمت شو طير له صبعه كان كيف كان عكيبو اشي وقع في الطبيب لا وقع في المسرح هادي وقع في سوق الابيع نعم وهاد الناس هذا فايت هو مقطع فايت مقطع يد فايت هاد المجرم هذا فايت مقطع اليد واحد السيد واحد السيد على درويش وبغيته يشوف لي ولادي وبغيته يشوف لي ولادي